السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحييكم من قناة راما تشانل. والنهاردة ان شاء الله احنا جايين لكم بفيديو جديد، وهو فيديو مختلف شوية عن المحتوى اللي متعودين ان احنا نقدمه في القناة، لان الفيديو ترفيهي. الفيديو هو عبارة عن ازاي تقدر تحول اي فيديو عندك للعبة بازل تستمتع بيها من على جهاز الكمبيوتر وبمنتهى البساطة، من غير ما تحتاج لأي برامج معقدة ولا أي خطوات معقدة، وفي دقايق يعني في دقايق معدودة هتلاقي نفسك حولت الفيديو للعبة بازل واستمتعت جدا وانت بتلعب بيها. طيب هتعمل ايه؟ انت هتروح دلوقتي على برنامج ال VLC Media Player وهتفتحه، وهتروح عند الميديا وهتدوس على Open File بحيث ان انت تفتح الفيديو اللي انت هتعمل عليه لعبة البازل او اللي انت هتحوله للعبة بازل. فانا هنا هختار الفيديو ده وهقوله Open. فتح معاك الفيديو اهو. طبعا انا عاملة يعني ميوت للصوت، يعني مقللة مستوى الصوت علشان صوت الشرح يقدر يوصل. علشان تحوله للعبة بازل هتروح هنا من فوق على تاب تولز. بعد ما بتضغط على الافكتس اند فلترز دي بيظهر عندك الويندو بالشكل ده كده. هتختار من هنا فيديو افكتس كده. هتلاحظ لو انت بصيت تحت هتلاقي في حاجة اسمها ايه؟ بازل جيم. البازل جيم هي ديت اللي انت من خلالها هتقدر ان انت تعمل لعبة البازل بتاعتك. اعمل عليها تشيك كده. بص هتلاقي الفيديو بتاعك اتقطع وتحول للعبة بازل. طبعا انت ملاحظ ان هو هنا عبارة عن 1 2 3 وفي قطعة فوق هنا 4 قطع. ليه؟ لان هنا احنا محددين ان عدد الصفوف 2 وعدد الاعمدة 2. طب لو زودت الصفوف مثلا خليتهم 3 او 4، لو زودت الاعمدة هتلاقيه برضو بيزود لك ايه؟ القطع الخاصة بالبازل اللي انت بتتحرك بيها في الايه؟ في الفيديو بتاعك. فانا هنا عشان خاطر المثال بتاعي يكون بسيط ويكون واضح للناس، انا هخليهم صفين وعمودين بحيث ان احنا ايه نقدر مع بعض نشوف اللعبة ماشية ازاي. ونعمل سيف ونعمل كلوز. بص هتلاحظ ان الفيديو بتاعك اهو، ادي قطعة اهي، قطعة بازل اهي. نحاول ان احنا يعني انا مش شاطرة قوي في موضوع البازل ده، بس هحاول يعني نجيب القطعة دي اهي. تمام كده اهو، انت قدرت ان انت تشتغل البازل بتاعك، الفيديو بتاعك لما تحول لبازل. وبكده بنكون قدرنا ان احنا نحول الفيديو بتاعنا للعبة بازل. بتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة. بتمنى لكم كل التوفيق وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.